إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. إذن معنا عساس أمين، هو خدام مع مقاول بسوق المعسكر القديم الشطر الثاني، وكيقول بطبيعة الحال على حسب القول ديالو بأن المقاول ما خلصوش وما عطاش الأتعاب ديالو. شوفوا القصة ديالو بطبيعة الحال وبارطاجيو باش بغينا نوصلوا بالصوت والصورة الرسالة ديالو للجهات المسؤولة، لأن هذا العساس الله يحسن له العون بطبيعة الحال خدام على أسرة بطبيعة الحال، وأنه كاع ما تخلص على حسب القول ديالو. السلام عليكم. قلنا تفضل اخي احكي لنا القصه ديالك. اخي السيد هذا كان جا عندي للدار، انا في الدار ناعس، كانت كورونا 2021، جا مع واحد السيد مدير ديال الصؤونه الجمله، قال لي نوض تخدم مع الدري، وهادي راه 2000 درهم في الشهر احسن من التهود، كنت كنفرشها في المرينه فراشات وهادي. جيت هنا بقيت خدام معاه ب 2000 درهم في الشهر عام، وهو كيخلصني الصراحه من شهر 2 حتى شهر 12، هو كيخلصني ب 2000 درهم. مي دخل بواه ودخل هو، قال لي وانا منك الوالد دابا وكذا وهادي، بقاك بواه كيجي كيمكن لي ديك 30 فرانك، بحال لي اسير عيش بها كول، تا كبقى غا في التليفون، رانا خصني فلوس خصني مصروف، الفلوس ديالنا طابينها طابينا هاد المرا، المرا كتخدم تا هي طابينها، على راه الفلوس كتجمع في السوق. دابا هاد السيد هذا راه سالا السوق وغادي يسلم، وكبحال لي زعما ما كاين يعني المقاول ديال هاد السوق هذا سميه السوق هذا السوق معسكر القاضي. زيد كمل. انا اللي عساس فيه دابا حاليا، ومن الاول ملي بدا خدم معاهم عساس واحد شهر، واحد هو كيسكن هنا، قال لي عيط بهم قلت لهم عطيوني فلوسي نمشي في هذا، الله العظيم هو كيسكن هنا. دابا هادو دخلوني بواحد الطريقه سياسيه، مسكات مع البلاك عندي هنايا، كان تالف لي العافيه وما مشيتش لاشي، كيقول لي بوا راه كيعرف الناس هو مرشح، وهادي راه يهضر لك مع العامل ويهضر لك مع هادي، وراني شي تصور بوا مع الرئيس مع كذا مع هادي مع الكومبليات مستف ما فهمت والو. المهم انا خصني نرجع يرجع ولادي راه هما في دارهم. دابا راه من شهر واحد هو جاي كيعطيني ديك 30 فرانك، انا عندي كلشي معيط في الكارني شي دابا عام. عام عندي كونترا مع السيد، ما عندي لا كونترا، ما دخل لي لا ديسيجن تجاري لا والو، داكشي كاع ما كاين، ولكن لا والو ما كاين حتى حاجه، الناس كامله كتعرفني انا اللي عساس، ما كاين حتى شي تجاري. علاش عساس هنا؟ عساس هنا السوق جديد. السوق كان محطوط فيه السيما، كان الحديد هادشي اللي طلع كامل على يدي من الساس حتى للراس، من الحفارين من الساس إذا حتى للراس، هادشي كامل كنت حاضي انايا، واي حاضي حاليا باش جيت. ودابا انا خصني فلوسي باش تمشي بحالي، راه ولادي مطيشين دابزين انا والمراه على سبب الفلوس، فلوس خسرناهم وفلوسي كاع ما شديناهم، ما يمكنش انا نفركت انت اسره العائله، اش كتسني اخويا ولادي تشتتهم ولا اش كتسني؟ اش ما فهمتش انا هاد الناس هادو شنو باغيين مني؟ دابا انت رزق الوليدات يعني يعني في خطر. في خطر، ودابا ما بقاليش ما نصرف، راه المراه زوج ولادها مشات لدارهم. بقيت كنتسنى هنا الليل والنهار حاضي، دابا يجي دابا يهز شي حاجه بالليل وبالنهار، ما بقيتش كنمشي لها بلاصه ندبر غير ما نعطي لولادي ياكلوا. كنعيط له في التليفون ما شكون دابا، قال لي نضرب عليك عام بحال ما عطيك حتى درهم، بحال هو ما تكون هذا السيد هذا، انا خصني نعرف هذا السيد شكون هو تحت الارض. يعني شنو هو عاني بالنفوذ اللي عنده شنو؟ هو راه كيقول لي ولد بو كيعرف الباشا كيعرف العامل كيعرف، وراني تصور مع الرئيس وهذا، وهذوك راه تصور انا عاد طلعت الفيلم جبرت تصور معاهم هنا، ملي كانت كتجي اللجنه تشوف هذه كومبليات. ودابا انا خصني راه الناس عارفني بالرئيس بالسيمور الحاج عارفني خدام هنا، كيجي كيتصرف هو ويشوف هذا الشيء كي داير، كيش بني انا اساس كلشي عارفني انا اساس عايد مقدميه كلشي. جيت دعيتي؟ جيت دعيتو غوت له، قال لي مفاتيش الشغل غوتو له، اجي نهار اثنين تلاقاو هنايا، مي مشيت معاه هنا جالس ما بغاش يجي، ما جاش قال لي سير اخي قدم المحكمه. انت ما بغاش يجي وشنو؟ انت انا دار له امتناع الحضور. ها؟ قال لي اك سير قدم هذه المحكمه والمحامي كتعينوا لك الدوله وكلشي، ومي جيت وريتالو قال لي لا وديني الحبس وهادي، قلت له واخا خليتها حتى شهر 12 ديك الشكايه، قال لي شهر 12 دوز بالفلوس نعطيك فلوسك، نعطينا العماله نعطيك. دابا مولا مونيو كان جا خدم هنا دا مليون ونص، ديك النهار مشيت لعندو في الحانوت سولتو قال لي انا شديت فلوسي، قلت له انايا، قال لي براسي طلعت كنجري قلت له انا ما عطينيش اي كذا، اصبر باقي ما شدينا باقي ما شدينا. قلت له مولا مونيو دا مليون ونص، قال لي هذاك راه عاد سلفناه له. قلت له انا راه ولادي ما عندهم ما ياكلوا اسمح لي، انا شنو ندير ولادي؟ قال لي سيدي انا ما كنت ومؤخرا شنو دار جمعك عشرات هنايا؟ جاب واحد الدري كيخدم هنايا كيديباني شي طريقات كيعاد لهم، هو جالس معنا ودابا بقى كيبات معايا بحال اللي زعما راه هو اساس هو معاك تمايا، باش الا كنت انا نمشي بحالي ما بقاش عساس نمشي نخدم على راسي، خصني انا نشوف هاد العساس
بانه راه غادي بهالو يد طويله سلاسوها هي كلشي ديالو ها هو انا راه ما ديت حتى حاجه والزائر غنتبعو هي هنايا في الاخيره واخا ولادي دابا انت واخا ما خلصكش وباقي باقي حاضر باقي حاضر خايف علق نمشي فين انت خدام على اساس الناس عارفين اني كاملين انا هو العساس انا اللي مسؤول هنايا ولا مشات شي حاجه انا اللي مسؤول دابا انا جهارز اوه هو كامل وهذا الدري اللي جابوه هو ويبقى هنايا وانا نمشي نشوف ندبر على ولادي ما ياكلوه ولا نمشي ندير شي كوير لراسي ولا شانا من الماء عارف شي فين نعطيها دابا حرمني مرزق وليدي حرمني اخاي مرزق ولادي دابا بالله واخا شنو كطالب انت كنطالب برزقي انا كاين المسؤولين كيقولوا انا فوق كل شيء يبينوا لي حقي يجيو يبحثوا يسولوا هالمقدميه كل شيء يعطيهم راس الخيط بان انا واش خدام ولا ما خدامش ولا الناس عارفه اني كان كيجرجرني وكان عايط في التليفون يعطيني فلوس وبقى يسيب سيب لي 30 فرانك كل شيء راه عارفه ان الناس الحوانات المعلميه كل شيء راه في راسه خبار اخر كيفاش يسيب 30 فرانك يعني كل مره كتك يعني ما دابا غنغوت التليفون جوج سيمانات ثلاث سيمانات هو بلاتي انا نهود انا عندي اجتماع انا ندوز انا كدا ميدخل هو لهاد الشيء الانتخابات وانا كنسمع اجتماع عندي اجتماع ومي كيدوز هنا كيسيب لك 30 فرانك بحال اللي زعما شي خانشا طحين بوطا بيدوت الزيت وجلس ايوا حنا عايشين بسبعة كرشنا وفلوسنا تجمعات هي غادي يديها هو ويزيد بحال يعني انت خصك عرق كتافك خصني عرق كتافي ورجع ولادي ما نضيع شي شنو هي الكلمة ديالك الأخيرة؟ الكلمة ديالي الأخرى هي المسؤولين يشوفوا معايا مع هاد السيد هذا ولا رانا لا حول ولا قوة إلا بالله ما في ما انت خصك رزقك خصني رزقي لا رزقي ما نضيع شي فيها خويا شكرا.